معاك النهارده، ويعني ببقى دايما متفائله بالناس الصغنططه دي عشان بحس ان هم امل المستقبل. الناس اللي حاضره تقريبا في سنه كام في الكليه؟ هم اغلبتهم خريجين يا دكتور، اغلبيتهم خريجين. حلو جدا. لسه طيب متخرجين فريش بقالكم قد جرادويت ايه؟ السنه دي. فريش جراد. حلو قوي، حلو قوي. طيب احساسكم ايه دلوقتي وانتم متخرجين بقى؟ يعني الامل مشرق والمستقبل جميل ولطيف، ولا انتوا حاسين بايه؟ انا ليفل 3، انا داخل 5. كلموني عن احساسكم بالمستقبل. ممكن الدكاترة لو حد حابب يتكلم فويس او يكتب على الشات بوكس سواء كده او كده براحته. حلو، لان احنا عددنا قليل، فاللي عايز يتكلم معانا يتكلم معانا. يعني الو يا دكاترة. واضح 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 ان هم متفائلين جدا. طيب هعيد تاني دلوقتي، انتوا يا اما في اخر سنوات التخرج او انتوا فريش جرادز او كده. انا فاكرين طبعا انتوا ايام ثانويه عامه كده وانتوا خارجين من التنسيق بنزغرط والحمد لله، وكليات القمه، والدكتور راح والدكتوره جت، وشارين بط ابيض. واحساسكم في الفتره دي كان عامل ازاي، واحساسكم دلوقتي عامل ازاي؟ المفروض خلاص بقى انتوا حققتوا الحلم، دكاتره كليات قمه طالعين بره دلوقتي هنشتغل. عاملين ايه؟ انتوا كويسين؟ شايفة إن سوق العمل بالرغم من مجالاته الكتير إلا إنها حيرة كبيرة، زي ما كنا خريجين ثانوية عامة. تمام، حلو. إيه تاني؟ حاسين بإيه تاني؟ حد فيكم حاسس إن هو مش لاقي نفسه؟ إن هو كان نفسه يخش كلية واضطر يخش كلية تانية نتيجة بقى براشر من الأهل، وإن صحابي دخلوا كلية الكلية دي وهكذا؟ في حد حاسس إنه مش لاقي نفسه؟ تمام. بصوا، أنا هكلمكم عن نفسي طبعا. يعني أنا بعتبر إن ملك الكوميونتي دول ولادي، انا بعتبر نفسي كده. انا مش كبيره قوي في السن يعني، بس انا بحس ان حلو ان الواحد يكون عنده رساله ان هو يحسن المجتمع بتاعه. انا خدت صيدله، ما كانش عندي اسماء اي خلفيه عن الكليه، بس لما دخلت حسيت ان ده مكاني وحبيتها جدا. بالعكس، من كام موقف حصل قدامي حسيت اني ممكن اضيف حاجه حتى لو لاهلي بيتي في المستقبل. جميل جدا، جميل جدا ان لسه في حد جواه الاحساس ده. انا خريجه طب بشري دفعه 2009. انا اصلا دخلت الكليه وانا مش حابه اخش طب بشري، كان دايما عندي باشن تجاه اللغات وكان نفسي اخش كليه ألسن. طبعا زي انا متاكده ان في سكتر كبير من الناس منكم زيي، طبعا قالوا لي بقى لو ما دخلتش الكليه دي لا هتبقي بنتنا ولا هنعرفك ومش عارف ايه، والناس بتحلم تعدي من سور كليه الطب، وده الكليه دي اللي بيعدي من جنبها مش عارف بيحس بايه، ده الناس بتتمسح في البلطو الابيض. اكيد انتوا سمعتوا الكلام ده انتوا كمان. المهم دخلت كليه الطب، فضل دايما جوايا حاسه ان انا مش لاقيه نفسي، مع ان طبعا الطب دراسه الطب ممتعه جدا جدا يعني، بس حسيت طول الوقت ان انا مش لاقيه نفسي. اتخرجت الحمد لله برضه بتقدير كويس، كنت جايبه جيد جدا يعني، جيد جدا مرتفع. وحاولت، قعدت احاول في الاول فكرت اخد جراحه، طلع شويه حاجات كده ما ينفعش اكمل. بعد كده اتخصصت في الطب النفسي وكنت مبسوطة فيه نوعا ما، يعني حسيت ان هو مجال مختلف شوية، بس ستيل فضلت جوايا الحتة اللي بتنور، اللي بتقول لي في حاجة ناقصة، انا مش لاقي نفسي، انا مش حاسس ان انا بعمله ده الحقيقة. بروح الشغل وبعمل حاجة كويسة، بس انا مش بنزل شغلي وانا حابب اللي انا بعمله ده. لغاية ما يعني سبحان الله قدرا، يعني حد كان عارف، واحدة صاحبتي يعني صديقتي كانت عارفة ماي باشن تجاه اللغات، وقالت لي انت عارفة ان في مجال اسمه مجال الترجمة الطبية، انت ممكن تشتغلي فيه وتشتغلي فيه من البيت. فانا حسيت بقى ايه التهجيز ده، واكيد مفيش حاجة اسمها كده يعني وبتاع. لغاية ما هي يعني هي كلمت لي حد من معارفها يعني كان عنده شركة ترجمة وعرفني على مجال الترجمة الطبية. فحسيت يعني سبحان الله ان قدر ربنا ان انا اتحط في الكليه دي عشان ادرس طب،
عشان اتحط في بوزيشن ان انا استخدم الباشن انا بحبه، اللغه الانجليزيه، وكمان عندي ميديكال باك جراوند خلتني من الناس اللي هم معروفين جدا في الماركت، هي دكتوره فبتعرف تترجم طبي كويس جدا جدا جدا. الفتره دي بقى يعني ما كانش لسه مجال ميديكال ترانسليشن زي دلوقتي، ما كانش معروف قوي، وكان اللي بيترجم فيه كانوا خريجين كليه ترجمه، وخريجين كليه ترجمه بيواجههم يعني تشالنج رهيب جدا في ترجمه المصطلحات، لان يعني اكيد يعني ما حدش فيه عارف جلوكونيوجينيسيس يعني ايه، ما حدش عارف الكيتو اسيدوزز يترجمها ازاي، ما بيبقوش عارفين المصطلحات دي قوي. فغالبا اللي بيعرف يكسل في المجال ده هو خريج كليه صيدله وطب اسنان الحاجات دي كلها يعني. سبحان الله نتيجه يعني اكسبوجر حصل لي مع الكوميونتي ده، بدات اعرف على ناس شبهي، ناس بقى كانوا ميديكال باك جراوند، واللي تخصص كتابه محتوى طبي، واللي تخصص حاجه اسمها ترجمه طبيه فوريه، واللي اشتغل فويس اوفر، واللي فجمعت الناس دي وقلنا احنا عايزين نعمل اكاديمي. الاكاديمي دي وظيفتها ان هي تعرف الميديكال كوميونتي على المجالات الجديده اللي هم ممكن يشتغلوها، مش ان هم يسيبوا كلياتهم، لا بالعكس، ده الميديكال باك جراوند هتكون جزء رئيسي من احترافهم للمهنه دي. ولكن يضاف عليها ان اكيد اي انسان في الدنيا عنده موهبه، يعني مين فيكم مثلا بيحب الشعر؟ في حد هنا بيحب الشعر؟ ولا المواهب ماتت معانا؟ في حد هنا بيحب الشعر؟ في حد هنا بيحب اللغه عموما يعني؟ حلو، امير بيحب الشعر. في حد عنده دايما انترست باللغه الانجليزيه يعني بيحب يذاكرها، نفسه يبقى شاطر فيها، بيسبيك almost as native كانه حد، في حد منكم كده؟ حد منكم بيحب الكتابة؟ كتابة روايات مثلا أو كده، حد منكم جرب يكتب رواية؟ أسماء بتحب الكتاب؟ طب انتوا معانا يا دكاترة الناس التانية معانا؟ يعني الناس اللي هم ال 26 واحد التاني دول معانا أصلا ولا نايمين ولا إيه؟ هي في ناس بتبقى خجولة بس شوية. أنا بحب الكتابة وألفت كتاب وأسويف على شوية حاجات إدارية. حلو جدا. طيب اسماء بعد السيشن كلميني، هقول لك اخر السيشن. طيب حلو قوي، اسماء بتحب الكتابه، مين بيحب حاجه تانية؟ هوايات بتحب تعمل في الحياه؟ طيب هل البنات يعني انا قلقانه والله، طب انتوا البنات بتحبوا تطبخوا طيب ولا برضو ما فيش؟ بحب الانجليزي جدا وبحس ان تعبيبي اسهل. حلو قوي، هو معظم الحاضرين بنات صح؟ البنات دول بيحبوا العلم جدا جدا يعني ما شاء الله. لا هو معظم الحاضرين بنات عشان اصلا الكليه اغلبتها بنات، فيعني الرجاله كده بيبقوا طفرات يا دكتور. احنا اصلا اكثر اهل الارض عادي، احنا اصلا كده. بالظبط. لا واكثر اهل الارض في صيدله بالذات يعني. كمان اوكي. بحب اقرا بالانجلش جدا، جميل، الرسم والهاند ميد حلو قوي. عايزه اقول لكم ان في حد زيكم دلوقتي معاه ميديكال باك جراوند وشاطر جدا في الانجليزي ومرتبه ما يقلش عن 7000 جنيه، اسمه ميديكال انتربتر، واحنا نفسنا في ابن سينا بنعين منهم لشركات الترجمه. فانت متخيل انت ممكن تكون هوايه بتتكلم عنها، هوايه انا بحب الانجليزي، انا بحب اعبر بالانجليزي، انا بحب اقرا بالانجليزي، وفي حد قاعد بيميك ماني بالسكيل اللي عنده دي ومعاه ميديكال باك جراوند وما يفرقش عنك اي حاجه. متخيل الموضوع عامل ازاي؟ في حد منكم جرب يشتغل الفريلانسر اصلا ولا لا؟ عارفين اصلا كلمه فريلانس يعني ايه صح؟ فريلانس يعني عمل حر، يعني انت تبقى في البيت كده فاتح اللابتوب بتاعك وقاعد بتكلم كلاينتس وبتراسل عملاء وبتشتغل الشغل بتاعهم وكده، اللي بتلاقيهم قاعدين على ستاربكس وكاستا والناس دي. انا مره نزلت كافيه في مصر وكان يوم من ايام الشغل يعني ايام العمل، وبعدين انا لقيت الكافيه كله ناس قاعده باللابات، قلت البلد كلها بقت فريلانسرز ما شاء الله. الفريلانس يعني عمل حر. حد منكم جرب يشتغل على مواقع العمل الحر قبل كده؟ عنده اكسبيرينس في حاجه زي كده؟ نفسي اشتغل في الترجمه الطبيه، يا ريت لو حاجه اقدر اعملها تساعد. حاضر. ما هنحكي الاول في مجال الفريلانس واقول لكم انواع المجالات اللي ممكن تشتغلوا فيها وازاي تقدروا توصلوا للكلاينتس وتبداوا تشتغلوا، تمام؟ فريلانس العمل الحر،
العمل الحر يعني زي ما قلت كده، ان انت تبقوا قاعدين في مكان، في البيت، في كافيه، وات ايفر، فين، كل اللي محتاجه وصلة نت. ممكن تشتغل مع جميع الدول اللي في العالم، يعني الفريلانسر ملوش حدود. بمعنى ان انت ممكن تشتغل مع كلاينتس في امريكا، في اوروبا، في استراليا، في الصين، في اي دولة من مكانك. شغال وقاعد في قرية في مصر، قرية في احد المحافظات، انت تقدر تشتغل ده. كل اللي محتاجه وصلة نت وشوية تالنت. تمام. طيب ايه انواع الفريلانس اللي ممكن اشتغلها؟ الانواع كتير جدا، ممكن تكون ريليتد للميديكال باك جراوند وممكن لا. يعني مثلا ممكن اشتغل، انا راجل شاطر في الرسم، ممكن اشتغل ديزاينر. هل الديزاين ليه علاقه ان انا اكون ميديكال باك جراوند؟ لا. ممكن اشتغل ديزاينر، ممكن اشتغل بتاع موشن جرافيكس، اخد كورس اتعلم مونتاج فيديوهات واشتغل موشن جرافيكس. عايز اقول لكم ان دقيقه الموشن جرافيكس الدقيقه ب 2000 جنيه، ده سوق مصري كمان. ممكن يكون صوتي حلو فاشتغل معلق صوتي. معلق صوتي بيسجل اللي هي الحاجات، الكتب، او بيدبلج، اللي هو بيعمل دوبلاج، بيعمل افلام الكرتون والحاجات دي. ممكن اكون راجل شاطر في الجيم فاشتغل حاجه اسمها بيرسونال ترينر، بعمل بقى بيرسونال تريننج للناس وبوست الحاجات دي اونلاين وهكذا. فمجالات الفريلانس واسعه جدا جدا جدا. اي حاجه تقدر تعملها برودكت وتبيع اونلاين ده اسمه فريلانس، وات ايفر هو ايه. طيب ايه المجالات اللي ريليتد بالميديكال باك جراوند؟ نبدا اول حاجه بالترجمه الطبيه، الميديكال ترانزليشن، او الترجمه الطبيه نوعين، في ترجمه طبيه تحريريه وفي ترجمه طبيه فوريه. الترجمه الطبيه التحريريه اللي هي ريتن، بيجي لي ملف على الميل، الملف ده بحوله من اللغه الانجليزيه للغه العربيه. طيب معلش حد هيسالني السؤال دايما بتساله، طب معلش هم اصلا بيترجموا الحاجات دي ليه؟ عندكم ابسط مثال، نشره الدواء. تفتح اي علبه دواء في البيت عندك، النشره دي لازم تكون مترجمه للغه العربيه لو رايحه لدوله عربيه، او بتترجم لجميع لغات العالم. لو ان في الاخر شركه الدواء ده بتنتج المنتج ده بتبقى عايزه تبيعه في جميع انحاء العالم، فالنشره دي بتترجم لكل الدول اللي في العالم. ده كمان مش النشره بس، انت عندك الكلينيكال ترايلز اللي اتعملت على الادويه، التقارير الطبيه اللي بتاعت المستشفيات في الخليج بالذات بتترجم، عندك القواضي اللي اتحصلت نتيجه ان في اهمال طبي بتترجم، الويب سايتس الاجنبيه بتترجم، البروشورز، الحاجات دي كلها محتاجين ناس تترجمها. فشركات الترجمه دلوقتي بقى عندها اويرنس ان الدكاتره والصيادله والمجتمع الطبي عامه دلوقتي بيشتغل في مجال الترجمه، ونتيجه علمهم بالميديكال باك جراوند فبقوا يختاروا الناس دي اكتر حاجه انها تشتغل في الترجمه الطبيه. طبعا في تفاصيل اكتر في موضوع الترجمه الطبيه عشان التحليليه عشان تحترفها، يعني زي مثلا ان انت تكون عارف حاجه اسمها توطين localization، بمعنى ان مثلا الدول العربيه بتسمي المصطلح باختلافه. يعني مثلا كلمة أرتكاريا احنا بنقول عليها في مصر أرتكاريا، ممكن في دول الشام يقول عليها الشرى الجلدي مثلا. المضادات الحيوية الانتبيوتكس في الشام بيقولوا عليها الصادات الحيوية، يعني عشان هي بتصد يعني البكتيريا. فلازم تكون بتعرف تبحث عن المصطلح الطبي في الدول اللي حواليك عاملة ازاي. بتتعلم بعد كده برامج الترجمة، زي في حاجة اسمها كات تولز. كات تولز دي برامج بتعتمد على ذاكرة الترجمة وحاجات كده، يعني مش هنخش في تفاصيل قوي عشان أعرف أشرح لكم بقية المجالات. طيب إيه اللي محتاجه عشان يعني A B C محتاجه عشان أكون شاطر في الترجمة الطبية التحريرية؟ مش الإنجليزي بتاعي يكون قوي، لأن أنت كده كده هتعرف تقرأ إنجليزي. الترجمة التحريرية محتاج إن العربي بتاعك يكون قوي، يعني أنت تكون شاطر في اللغة العربية من ناحية الصياغة والإملاء والنحو، تعرف تكتب نص عربي ما يبانش انه مترجم، فانت افضل مجال ليك هيكون الترجمه الطبيه التحريريه. عكسها الترجمه الطبيه الفوريه، من اسمها فوريه، يعني الدكتور بيتكلم قدام المريض والمترجم بيترجم للدكتور كلام المريض ويكلم ويكمل المريض كلام الدكتور فوريه. طيب حد هيقول لي طب معلش يعني احنا في مصر الدكاتره مصريين والبيشنس مصريين، هو احنا بنترجم لمين؟ الترجمه اصلا دي حصلت نتيجه قصه طويله كده شويه هحكيها لكم. في امريكا
بدأ من يعني من كذا سنة، إن طبعا انتوا عارفين أمريكا يعني بلد جاذب جدا للريفيوجيز اللاجئين، فهي فيها كمية جاليات من جميع أنحاء العالم. فاللي حصل إن بدأ الناس زي الأسبان مثلا اللي عايشين هناك بيروحوا المستشفى، فالدكتور أمريكي، فالدكتور يقعد يتكلم مع المريض، لا المريض فاهم الدكتور ولا الدكتور فاهم المريض، وبيخمنه كده لغاية ما حصل حادثة لواحد اسمه ويليام راميريز. دي من أشهر الحوادث اللي حصلت في أمريكا. الولد ده فجأة أغمى عليه وأهله نقلوه المستشفى، فالدكتور عمال يسأله هو ماله هو ماله، فقالوا انتوكسيكادو. فالدكاترة سمعوا كلمة انتوكسيكادو قالوا ده شكله واخد اوفردوز من دراج، يعني واخد مخدرات. وقعدوا بقى يعملوا له بلاد سامبلز ويدوروا على الحكاية دي، وفضلت حالته تتدهور تتدهور لغاية ما حصل له انيوريزم في المخ واتشل، شلل رباعي. المهم بعد انفستيجيتوا اكتر في الكيس دي، لقوا ان كلمة انتوكسيكادو معناها ان هو واكل اكل مش كويس، حصل له فود بويزنينج. فالدكاترة عالجوه بشكل غلط نتيجة سوء الترجمة، فبالتالي اترفع قضية على المستشفى او على يعني المنظومة الصحية في امريكا، ودفعوا له 71 مليون دولار. بس طبعا قصاد ان واحد جاله شلل رباعي وان الدوله يعني تكمبنسيت الشخص ده ب 71 مليون دولار اكيد مش حاجه يعني. بدات تحصل حوادث زي كده في امريكا، وبدات الرعايه الصحيه تقل جدا. امريكا سنه قانون قالت ان ما ينفعش يكون في عياده او مستشفى او اي حاجه ما فيهاش مترجم فوري. فبدات المستشفيات تقول يعني احنا هنقعد نعين مترجم فوري انجليزي عربي واسباني وافريقي وفرنسي وتركي جوه المستشفى؟ اكيد ده هيبقى اوفر كوست علينا، مش هنقدر نعمل ده. فقالت طيب احنا هندور على الكول سنترز اللي موجوده في البلاد اللي فيها اللغات دي، يعني مثلا في عربي روح يدور على مصر على كول سنترز موجوده، بحيث ان المترجم يكون قاعد على التليفون اول ما المريض يخش باب العياده الدكتور بيدايل رقم معين، ان انت المترجم بالتليفون بيرن، بتاخد المكالمه وبتبقى اونلاين على المكالمه مع المريض مع الدكتور والمريض لغايه ما المكالمه تخلص. من اكبر الكول سنترز الموجوده في مصر بتشتغل هذه يعني فيها الوظيفه دي اسمها ميديكال انتربريتيشن تيلي بيرفورمنس. لو سالته على تيلي بيرفورمنس فهي معروفه جدا وليها فروع كتير جدا في القاهره. واقل سالري في تيلي بيرفورمنس هو 7000 جنيه للمترجم الطبي الفوري، وكمان يعني ده البيجنر المبتدئ يعني، بياخدوا طلبه وبياخدوا حاجات كتير جدا. المهم يكون عندك ميديكال باك جراوند كويسه جدا، ويكون الانجليزي بتاع هنا محتاج يكون الانجليزي بتاعك كويس، لان انت بتتعامل مع الدكتور فلازم الانجليزي بتاعك يكون كويس انك بتكلم الدكتور انجليزي. العربي مش لازم يعني ما حدش هو بيترجم فوري، العربي بتاعه لازم يكون بقى نحو وصرف واملاء مظبوط قوي، لا يعني الدنيا بتمشي يعني ليفل سبيس تون كده شويه. ف بلس ان كمان مش الكول سنترز، لو حد قال لا مش عايز اشتغل انا مش هقدر اسافر القاهره او فدلوقتي برضو المهنه دي موجوده از فريلانس عمل حر، بتبقى قاعد فاتح اللاب بتاعك منزل البروجرام بتاع الشركه على اللاب بتاعك، بتبقى قاعد بتريسيف كولز، بيجي لك مكالمه تليفون بتترجم ما بين المريض والدكتور. واسمها ميديكال انتربريتيشن، المترجم اسمه ميديكال انتربريتر، ميديكال انتربريتر تمام. المترجم التحريري اسمه medical translator، translation يعني ترجمة مكتوبة، interpretation يعني ترجمة منطوقة يعني بالكلام. طبعا غير النوع ده في ترجمة الconferences المؤتمرات، سواء بقى كان والمترجم ده بيسفروه مثلا لو في conference في ألمانيا بيناقش مش عارف ايه دواء طالع جديد للcommunity بالعربي مثلا او كده، او الاجانب اللي عايشين في مصر متجمعين في دكاتره جايين من بره كونفرنس، ففي حاجه اسمها كونفرنس انتربتر هو مترجم المؤتمرات. اللي محتاجه عشان تعرف يعني تشتغل في المهنه دي ان انت يكون الانجليزي بتاعك كويس جدا، طبعا مع بعض السكيلز اللي بتتعلمها بالتريننج زي النوت تيكنج، ان انت تعرف تاخد نوتس بسرعه عشان تعرف تترجم بسرعه، لان انت بتتكلم بتترجم كلام الاثنين بيتكلموا، لازم تكون بتعرف تعمل نوت تيكنج، تاخد نوتس بطريقه معينه. لازم يكون عندك active listening من النوع اللي بيعرف يركز وهو بيسمع. ويعني هي من الجوبس الفيري انترستنج، لان انت بتحس ان انت فعلا بتساعد انسان. في ناس هناك عايشه يعني الناس اللي اشتغلت في المهنه دي هتفاجئ ان في عرب هناك عايشين ما بيعرفوش فعلا يتكلموا انجليزي، يعني لدرجه ان ساعات
اوبر، يعني يضطر اوبر دلوقتي يتصل بمترجم فوري عشان يترجم المحادثة اللي ما بين الراجل السواق والشخص اللي قاعد. فهي طبعا من المهنة مطلوبة جدا جدا في امريكا دلوقتي، سواء عايش في امريكا او هتشتغل في مصر في كول سنتر او هتشتغل فريلانس. دي الترجمة الطبية. من المجالات برضو الفيري رايزنج يعني كفريلانس هي كتابة المحتوى الطبي. طيب ايه الفرق ما بين كتابة المحتوى الطبي والترجمة؟ الترجمة انا عندي نص انجليزي وهحوله لعربي، يعني النص اوريدي موجود. طب كتابة المحتوى الطبي لا، انا بنشئ النص من اول ومن جديد، بكتب النص من اول ومن جديد. طبعا من اشهر المواقع طبعا الطبية، عندكم موقع زي موضوع، عندكم مواقع زي الطبي، المواقع دي كلها بتطلب ميديكال رايترز، كتاب محتوى، وبتطلب اكتر لو هو هيكتب في المواضيع الطبيه ان هو يكون ميديكال باك جراوند، عشان الراجل ده عارف يجيب معلومه موثقه، المعلومه دي هو متاكد منها وعنده ريفرنس. لازم يتعلم حاجه اسمها اس اي او اللي هي سيرش انجن اوبتمايزيشن. الاس اي او بيساعد ان المقالات بتاعتك ترانك على جوجل، يعني تبقى مثلا بتسيرش على موضوع معين زي الاكتئاب تلاقي ان المقاله دي طلعت لك في الاول. فضل الله ابن سينا عملت موقع اسمه ترياقي. الموقع ده اول موقع طبي بيناقش الصحه النفسيه. كل الكتاب اللي على الموقع ده ميديكال باك جراوند، دكاتره وصيادله واكثرهم صيادله كمان. لو دخلتوا قريتوا المقالات يعني هتنبهروا من الاسلوب، لانها معتمده على القصص النفسيه والحالات النفسيه الغريبه والمتلازمات وكده. انا هكتب لكم اسم الموقع، ممكن تبقوا تخشوا عليه شوفوا. ترياقي.com، فهتتبسطوا جدا فيه. واحنا كمان دلوقتي بنأسس موقع تاني اسمه طيبات، هيكون موقع عن التغذية، وهنطلب ان شاء الله برضو ان الخريجين اللي هم الدكاترة والصيادلة وكده يكتبوا معانا فيه ان شاء الله يعني. طيب ممكن اشتغل في حاجة تانية؟ ممكن تشتغل فويس اوفر، تعليق صوتي زي الدبلجة. وزي دلوقتي كمان في ترند ان انت تحول الحاجات المكتوبه تحول لحاجات مسموعه. حتى في لو تعرفوا امازون، امازون عليها منصه اسمها اوديبل. اوديبل يعني مسموع، بيحولوا الكتب لحاجات مسموعه. ودلوقتي كمان في ترند اكتر ان الكتب الطبيه تقرا، يعني تبقى مقروءه. فطبعا بيبقوا محتاجين حد يكون فاهم ميديكال ترمينولوجي عشان يعرف يبرونس الكلمه صح. فحتى انت كان الميديكال باك جراوند بتاعتك هتساعدك ان انت تشتغل معلق صوتي. في حاجه تانية اسمها ميديكال ترانسكريبشن، النسخ الطبي. النسخ الطبي بنعمل ايه فيه؟ بتسمع حاجه وتحولها مكتوبه، يعني عكس الفويس اوفر. الفويس اوفر حاجه مكتوبه بتحولها لمقروءه، الترانسكريبشن حاجه زي محاضرات كده، يعني حد مثلا يمسك المحاضره بتاعتي دي ويقعد يفرغها يكتبها. ده اسمه ميديكال ترانسكريبشن. وطبعا بيبقى في ميديكال ترمينولوجي كتير، فلازم الراجل اللي بيكون بيسمع يكون فاميليير بيها ويعرف. فلو هنتكلم عن وظائف الفريلانس فهي كتير جدا. المهم انك تكون قادر تحدد التالنت اللي عندك او السكيل اللي عندك، وتشوف انا اقدر اماتش ده ازاي. يعني سواء انت تشتغل بقى كفريلانسر، طبعا اي ريكومند فريلانس دايما يبقى سايد كارير، يعني محدش فجاه يسمع عن المجالات يقول لك خلاص بقى انا هسيب الصيدله واسيب كل حاجه ويلا بقى انا هقعد وهشتغل فريلانسر وهقبض بالدولار. الموضوع بياخد وقت في الاول لغايه اتليست تبدا تبقى قادر تتعرف على المهاره اللي عندك، قادر تعرف انت يعني المجال ده مناسب ليك ولا لا. بعد كده تقعد سنه تجرب تشتغل، اول ما يبقى عندك كلاينتس وبيز اوف كلاينتس محترم تقدر يعني تعتمد عليهم. وقررت ساعتها بقى تقرر بقى والله انا الدخل اللي بيخش لي ودخل الفريلانسر بيتحسب سنوي مش شهري، لان ممكن شهر يجي لك حاجات وشهر لا. والله قلت انا في السنه عرفت ادخل المبلغ ده كويس جدا ومكفيني ومعيشني كويس، وتعلمت مثلا تبقى كونتنت رايت، كاتب محتوى ومترجم، وتعلمت كذا حاجه. فالموضوع يعني عارف تامن نفسك بكذا وظيفه وانت شغال من البيت، فساعتها يعني تقدر يبقى عندك قرار ان انا خلاص انا هعمل كومبليت كارير شيفت وانا الصيدله دي مش واقفه. بس وات اي ريكومند ان انت موجود دلوقتي على ثغر. واكيد طبعا مع دكتور امير انتوا سمعتوا الفتره اللي فاتت مجالات كتيره جدا، وفي مجالات كتير في الصيدله واعده زي النيوتريشن والبايو انفورماتكس والبايو ستاتستكس، وفي حاجات كتيره جدا. فحلو ان انت يبقى عندك كارير زياده،
سايد كارير، حاجة وانت بالليل ولا وانت قاعد في البيت قادر تشتغلها وتدخل لك دخل كويس جدا لو هي سايد كارير. وفي ناس كتير لما بدأ يخش لها انكم كويس قوي من مجالات الفريلانس يعني فعلا تفرغت وسابت الموضوع ده. وانا شخصيا حصل معايا كده، بفضل اللي عرفت حتى يبقى معايا فلوس ان انا اعرف اسس شركة. فده قد يحدث، لكن الموضوع محتاج يتاخد تدريجي. واول ستيب محتاج ان انت عشان تقدر تديك ديب يعني في موضوع الفريلانس، انت تكون عندك سيلف اويرنس، يعني انت تكون قادر تعرف انا شاطر في ايه وقادر اوجه قدراتي في ايه. احنا عاملين جروب اسمه عشان يعني اكون في التوكو، اسمه ميديكال فريلانس فورم. انا كتبت لكم اسم الجروب، ممكن تنضموا عليه يعني النهارده بعد المحاضره. الجروب ده كل مجال من المجالات اللي انا قلتها شارحينه بالظبط، شارحينه بالتفصيل. كمان احنا عندنا عاملين هاشتاج اسمه ميد لانسر، الهاشتاج ده بننشر فيه الوظائف الفريلانس المطلوبه، يعني كل يوم بنقعد نشوف ايه الوظائف الموجوده على مواقع العمل الحر وبنعرضها عشان نوفرها والناس تقدر تكونكت فيها. كمان البنوته اللي قالت لي انا بكتب روايات وقالت لي كده، احنا عاملين كورس جديد اسمه الكتابة الإبداعية، ازاي تكتب رواية وتعملها حبكة درامية وازاي توصلها لدار النشر وتتنشر لك وتنزل في معرض كتاب. فالبنوتة اللي بتقول انا كتبت حاجة بس ما عرفتش ابن سينا، هتقدم لها الكورس ده هدية عشان احنا حابين نسابورت، فالكورس ده هيبقى ليك هدية.